قتلوه بالضرب، قتلوه دق دقوه راسه بالدم من تيلي ولد وريد. ما نشتش ندافع على اخويا، ما نشتش نصور خوف. ما حسبناش بالدم يا ولا الخدمه، ما حسبناش بها. الحب والعيش بلا فيها. نحن سمعنا كونه فما اجتماع وزاري صاير في تونس، طلعنا اجتمعنا في البلديه عبد الرزاق، ولد عمي كان حاضر معنا. مشينا على مسافه 500 متر ولا 700 متر للرامبو، مشينا للرامبو غاديك وين الطريق للفرعي، الطريق الرئيسي. بقينا غاديك تلمدنا، فجاه بعد نص ساعه فهمتني، جاو باقيت هكا، باقيت مصففين ثلاثه هكا ولا اربعه، لا بريسك ثلاثه ولا اربعه وراهم هكا، فهمت كيفاش؟ معناها مصففين مسكرين الكياس بالصف ويجروا يجروا يجروا يجروا، حبسوا هبطوا منهم عباد، عملوا صف هكا وشدوا اللونس. مشينا نجروا ونعيطوا بالشعارات، وكلنا جحنا وكلنا غضب فهمتني ولا؟ يا اخي قبل دوبا ما خرجنا بدوا يضربوا فينا بالكاس، ولت مناوشات، ولينا نحن نضربوا ونعيطوا ونضربوا بالحجر. بدات مناوشات حكيت ساعة غربة مع الـ العشرة في السبيطار، العشرة بالضبط ريسك العشرة هكاكا مع العشرة بتاع الليل. هو اللي صار شنو كونه ضربوه بالغاز هكا هكا، هو ما صابتش مباشرة، خاطر ماني مريتش ما نقولكش هو صابته مباشرة ولا ما صابتش مباشرة، والروايتين موجودين. لكن هو تضرب بالغاز جاي يرجع يلقى الغاز، صارت له عملية اختناق. كي صارت له عملية الاختناق ما فهم المليون كله بالغاز. كي فازوا للسبيطار هاك الثلاثة باقيات اللي كانوا غاديكا يقولوا يضربوا بالغاز في السبيطار، وهو يضربوا بالغاز وهو سيدي جا وقتها معناها في حالة حرجة على الأخر. كو وقت عمل شئت الانسان اللي خرج الكلمه هذه كونه في داره سيحاسب القانون وسيحاسب القدر، خاطر اقسم بالله معانا اقسم بالله ما كانش في دار، وداره مش بعيده 6 كيلومتر كما يحكوا، والبلاصه اللي جا منها من ثنيه وداره الاخرى من ثنيه، فهمتني ولا؟ انا مانيش من غير ما نعطي ديزارغيمون، تفهم فيا؟ هو كان حاضر بشهاده الجميع واني واحد من الجميع، مستعد حتى قدام المحكمه نحلف، فهمتني ولا؟ وحالته الصحيه طبيعيه جدا، ما عنده حتى دوسي ميديكال، حتى شيء يترينا. الوضع الكارثي في صفاقس، مقايضة التونسيين والتونسيات بصحتهم، وما قيل هذا يعني يدبرونه أيضا نفس التدبير بالنسبة إلى عدد من المدن الأخرى، ولكن سنتصدى إليهم بالقانون، وسيتصدى إليهم المواطنون أيضا، لأنهم يعرفون مآربهم ويعرفون أهدافهم. ثم تصريحات تؤكد أن الشخص اللي هزه من داره، فما شخص اللي هو قريب وهزه من داره قال المستوصف، هذه الرواية اللي قالها في البحث. احنا بالنسبة لنا عندنا معطى هو أنه مبدئيا الوفاة ماشية في نسبة مرتفعة عالية من التحاليل الطبية والنتائج الطبية أنها طبيعية، لكن يقول لك مبدئيا يقول لك انا ننتظر نتيجه التحليل النهائي تو بعد نعطيك بالضبط، ما نجمش اعتقد انه ما نجمش ينقض روحه. أزمة مسب بالقلنا منذ وجوده 2008 هو في تناقض لكل المعاهدات والاتفاقيات العالمية وخارج القانون، بما أنه موجود في وسط محمية طبيعية محمية القلنا. دونك المسب هذا يتحط لمدة 5 سنوات المفترض والاستغلال نتاعو يوفى في 2013. 2013
يقع التمديد المصب من غير استشارة حتى حد، ونفيقوا ببرشة تجاوزات وبرشة جرائم بيئية قاعدة ترتكب في المصب هذا اللي هو نورمالمون يكون مصب مراقب للنفايات المنزلية والمشابهة. نلقوا فيه كل أنواع النفايات الطبية والاستشفائية والصناعية والخطرة والخطرة جدا، في تقنية تعيسة جدا هي تقنية الردم اللي هي تردم مع التقنية هذه كل الملفات وكل الدوسيات. المصب إحصائيا حسب دراساتنا يومين يدخلوا له 650 طن من النفايات، هذم في الواضحين، لكن يدخلوا له أكثر لأنه فهم حاجات في النوار. في 2017 وقعت تجديد مرة أخرى للمصب، ووقتها قدمنا قضية احنا. القضية هذه خاصة بالاعتماد على عريضة شعبية والاعتماد على توثيق الجرائم البيئية بشكل مادي، خاطر الروائح ساعات ما تتوثقش، لكن جبنا عدو المنافذة وثقت اللي فما روائح وفما تسمم متاع مياه وثما تأثير على صحة المواطن وعلى الأطفال. ربحنا القضية 2019، وفما قرارات أيضا ضغطنا على البلدية باش تصدر قرارات بلدية في الغلق الفوري للمصب، وخاصة مع وجود محاضر من الشرطة البيئية. دونك اصدرنا القرارات البلدية وحاولنا ننفذوها، لكن ما لقيناش شكون ماشي ينفذ هذايا، والقرار البلدي وقع الطعن فيه في المحكمة الإدارية، والقرار ولا الحكم القضائي ما قدموش للاستئناف، وبعدين يظهر اللي هما قدموا في الاستئناف في أجال معنا بعد الأجال، لكن بالنسبة لنا نحن الحكم ذاك لا، الحكم لا معنا حتى الاستئناف لا يوقف التنفيذ. عملنا اعتصام، اعتصام هو اعتصام نهار 13 أوت 2020، وانجر عليه تكدس الفضلات كيف كيف في 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 مدينة صفاقس وبلدياتها. ووقتها صنعوا معنا ظهرت أزمة متاع نفايات في الصيف في أوت، وجاوا باش يحكوا معنا احنا، خاطر حتى الاعتصامات متاعنا بشكل فني وبشكل حضاري ما نسكروش كياس، احنا سكرنا على نفايات ما تتعداش للمصب. جاءوا قالوا نعملوا اتفاقيات واتفاقيه، نوعدوكم احنا بالغلق المصب، لكن اعطونا وقت باش نشوفوا حلول بديله. قلنا لهم من 2013 نرمى ما نشوف حلول، قالوا احنا تو ماسكين بجديين في المساله، هاو مؤسسات الدوله للولايه للوكاله للوزاره لمجلس النواب وللنواب للمجلس الجهوي للبلديات، باش نشوفوا حل ونتفقوا معاكم. قعدنا وعملنا الاتفاقيه هذه اللي هي في 11 نقطه، النقطه ال 11 هي 12 نقطه اللي نفك 12 نفكوا الاعتصام ونخلوا الكومة تتعدى، 11 التعهد نتاع الدوله بانه المصب هذايا يوفى في ديسمبر 2021، موفى ديسمبر 2021، والنقاط الاخرين هذوكم الكل اتفقنا فيهم انهم تكوين لجنه ومكتب دراسات وكل ما مشاوش فيهم ما عملوش، وحتى كان عملوا اجراءات هي اجراءات ما تمثلش حتى 10% من كل اتفاق. كنا كان مشينا في الحل اللي صار في الولايه في مجموعه من الاراضي المقاطعه نتاع الحجر، راهو الناس الكل راهي الزبله تهزت من شوارع المدينه، وراهو اهالينا في عقارب الاشكال نتاعهم راهو محلول، وراهو توا قاعدين منكبين نحضروا في الحل اللي على مستوى معناها على متوسط المدى، ورانا قاعدين نخدموا على رواحنا والوزارات قاعده تخدم على روحها وراهي الامور كانت مريقله. جاو في سبتمبر 2021 وصرحوا بعد اللي فما خدامه وعمل عملوا غريف، خاطر تبين اللي المصب معناه وصل الليميت نتاعو وما ينجموش يطلعوا بالكوامن وبالتراكسات باش يردموا وكل، عملوا غريف وهبط الاتحاد الجهوي للشغل والنقابه نتاعهم بيان في انه وراه فما حاله كارثيه، مش تنبيه على الحاله الكارثيه اللي فيها المصب، والمصب راه ما عادش يتحمل. صرحت الوكاله انه المصب وصل للحد الاقصى نتاعو، دونك وقتها وصرحوا البلديات، وقتها ظهرت بوادر ازمه نتاع نفايات في صفاقس الكل. العمليه نتاع غلق المصب اللي صارت تو معناها في سبتمبر، احنا ناكد لك الكمين نتاع البلديه قدام المصب، معناها مش معناها الكمين قدام لي سونتر دو ترانسفير مركز التحويل. المكلف معناها السيد المدير الجهوي علمنا
يقول راهو سيين مصب بيلي ساتوري ما عادش عنده ما يرفع. كملنا وما عادش عنده ما يرفع. وإفكتيفمون بعد اقترحت هي لونجيت باش تزيد اونترو كازيي، يعني تزيد خانة أخرى في المصب، خاطر المصب سيي بالنسبة ليها سكر. يعني شوف ماهوش الحراك راه ولا المواطنين اللي سكروا المصب، خليني نوضح، هي اللونجيت قالت المصب ساتوري. بعد التصريح بانه المصب هذا وصل الى الحد الاقصى نتاعو، حاولوا يفركسوا في حلول بديله او حلول ترقيعيه، وهي حلول بالنسبه لنا احنا لازم يتحل عليها الملف. علاش؟ خاطر نعرفوا كي انت مش تعمل صفقه، مش تعمل صفقه تبدا من تاريخ الى تاريخ، ومش تعمل خانه معروفه الخانه قداش تهز، ومعروفه شنو هي النفايات اليوميه اللي تدخل، دونك بحساب بسيط ينجموا يلقاو وقتاش توفى الخانه هذه، وما يحلوش خانه اخرى تتكلف مليار و800 مليون. المليار و800 مليون هذوما باش يعملوا خانه بين الخانات، ما عادش خاناتك هو، مش خانه وخانه، خانه بين الخانات وبرعات في كيف كيف إخلالات والتجاوزات، والإخلالات والتجاوزات تاع الشركات المستغلة مثبتة في محاضر وشكايات قدمتها الوكالة هي بيدها. ومش نخسروا كدولة مليار و800 مليون على خاطر أقل من شهرين، احنا عندنا تعهد وانتم عندكم تعهد معنا اللي في ديسمبر موفى 2021، هو الموفى ما قلناش آخر ديسمبر ولا ما يسيرش، عطيناكم 31 ديسمبر، لكن انت قلت موفى نقولوا شهرين، مازال مليار و800 على خاطر شهرين. وكاله التصرف في النفايات تعرف اللي المصبات هذيا باش تسكر الوقت نتاعها، هي ديجا سكرته هي راهو في سبتمبر. اي حضرتش البديل، خدمتش على روحك وحضرت لي سونتر نتاع تريتمون دو ديشي، ما حضر شيء. يا علاش ما حضر حتى شيء؟ كان عندنا لقاء بسيد رئيس الجمهوريه، نحب نوصلوا صوت الوحيد اللي ما وصلناش صوتنا رئاسة الجمهورية، حتى ولو إن هي الآمرت بالعنف، نقولوا نوصلوا صوتنا باش نقولوا احنا رانا دعاة حوار. قلنا للسيد الرئيس راه عندنا قرار قضائي، وانت تمن بالقضاء وتمن بدور القضاء وتأكد في خطاباتك على القضاء دون نفذ القرار القضائي. قلنا لو عندنا قرارات بلدية وانت تمن بانه القرار لازم يكون من اللامركزية، من معناها من الحكم المحلي متاع الشعب، دونك نفذ هالقرارات البلدية، عندنا راهو اتفاقيات وتعهدات سابقة مع الدولة لازم تتنفذ، الدولة تستمر. ينجم يعمل في السياسة له الحق، يحب يهدي الوضع له الحق، لكن انا عندي مطالب لازم يتنفذوا. انا احنا قلنا له ان هذه مطالبنا، احنا مدينا ايدينا للسلطه، وصلنا صوتنا للاعلى هرم في السلطه، وصلنا صوتنا والصوره نتاع المساله والمغالطات، فهمت، وصححنا الوضع ولا صححنا الصوره. سيد رئيس الجمهوريه نتمنى ويدفع، هو تفعل، فما نوايا نتاع التطبيق نتاع او تنفيذ الطلبات نتاعنا، نستناو النهارين وثلاثه، ربي معنا وما شدينا صحيحه غير مش بصبر.